أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بتفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير الجلالين مع حاشية الشيخ الصاوي المالكي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في سورة البقرة عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الجلال رحمه الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي يأكل بعضكم مال بعض، لأن الإنسان لا يأكل ماله. ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. عشان ليه؟ لأجل البينية. عشان البينية دي لابد أن تكون بين إيه؟ اثنين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما قال لنك: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وجعل الذي يلمز أخاه كأنه يلمز نفسه، واللمز هو العيب، العيب. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن الإنسان لا يقتل نفسه. فهنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي بالحرام شرعا، كالسرقة والغصب والربا والخديعة والغش وغير ذلك من روافد المال الحرام. ولذلك هذا القيد مهم بالباطل، لأن هناك أكلا بالحق، فالأكل بالحق كالبيع والشراء والإجارة والكراء، ده أكل بالحق. لكن بالباطل الذي حرمه الله، العقود التي حرمها الله تعالى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام، أي تلقوا بحكومتها أو بالأموال إلى الحكام رشوة. يعني الإنسان حينما يأكل مالا بالباطل يشكو أخاه عند الحاكم، وقد يرشي الحاكم، قد يرشو الحاكم فيحكم له بالباطل، يبقى إذن أكل مال أخيه بالباطل. يبقى هنا وتدلوا معطوفة على تأكلوا، ولا تأكلوا ولا تدلوا، لأنه أدلى بمعنى ذهب إلى الحاكم وألقى الحكم إلى الحاكم مثلا بالرشوة ليحكم له. ولا تدلوا، أي ولا تلقوا بها، أي بحكومتها. الحكومة يعني الحكم بين شخصين، هذه معنى كلمة أي بحكومتها.
تقول ايه؟ الحاكم يحكم بيني وبينك، لكن الحاكم هذا واخذ رشوة، يأخذ رشوة فيحكم لمن ليس له الحق، فيحكم بالإيه؟ بالباطل. أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا، أي بالتحاكم، فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم، أي متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. ولذلك كما ورد في الحديث البخاري: أيها الناس، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأحكم له أو فأقضي له، فأقضي له على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من عرق. لأنه الظالم يحلف، يدفع رشوة ويحلف، ويأتي بحجج كاذبة حتى يحكم له القاضي بالباطل. وكل هذا واقع في الأمة الآن. يقول: أنا بيني وبينك الحاكم، وهو له جاه عند الحاكم، الفقير لا جاه له، فيذهب إلى الحاكم فيحكم عليه ولا يحكم له. ولذلك القرآن من ضمن الإخبار بالمغيبات، الآية دي، لأنه زمان ما كانش فيه حكام. في أيام نزول القرآن كان الحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء بعده، بعد الخلفاء الراشدين، نصب القاضي، أصبح منصبا الحاكم، أصبح منصبا يقال احتكمت إلى فلان القاضي، ويقال الحاكم الاثنين، ويقال المحكم، الحاكم والقاضي والمحكم كلها بمعنى واحد. وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. ثم قال القرآن: يسألونك، ضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك الكاف أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، عن الأهلة، جمع هلال، والهلال يقال لثلاثة أيام: الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، وبعد ذلك يكون قمرا. يعني كلمة الهلال لا تطلق إلا لمدة ثلاثة أيام: الليلة الأولى تقول رأيت الهلال، الليلة الثانية تقول رأيت الهلال، الليلة الثالثة تقول رأيت الهلال، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، آمنت بالله الذي خلقك، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. ده من السنة عند رؤية
الهلال. الليلة الرابعة ما تقولش رأيت الهلال، تقول إيه؟ رأيت القمر. أيوة، شوف الدقة بتاعت اللغة. لأن الهلال يشبه حرف النون، لكن في الليلة الرابعة يبقى خلاص بيجي كشقة البطيخ فلا يقال هلال، يبقى شق قمر. شق إيه؟ شق يعني قطعة. هذه دقة. هم يسألون عن الهلال، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يتكامل ثم يتناقص حتى يصير هلالا ثم يختفي. هذا مناط السؤال، يعني يسألون ما الحكمة في هذا، ما الحكمة في هذا. ولذلك يسألونك عن الأهلة، لما تبدو دقيقة زي الخيط، أول ليلة دي يكون كالخيط لا يراه إلا إيه؟ النظر الثاقب، يكون نظر ستة على ستة، ويبقى قليلا جدا ثم ثلث ساعة، لا يمكن خمس دقائق، ثم تزيد حتى تمتلئ هي الهلال ده، حتى تمتلئ نورا يضيء، ثم تعود يعني بعد 15 ليلة، ثم يعود كما بدأ يتناقص يتناقص حتى يكون هلالا في آخر ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي يعني. ولا تكون على حالة واحدة كالشمس، يعني لماذا لا يظهر القمر ويختفي كما هو مستديرا؟ ولذلك القرآن قال إيه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كل يوم ينزل في منزل، منازل القمر 29 منزل، كل يوم ينزل في منزل. إذا كمل الهلال كمل الشهر يستسر ليلة، لما يكون 29 يستسر يعني إيه؟ يختفي، يختفي لأنه ملوش منزل، يختفي خالص لا يظهر. وإذا كان الشهر 29 يبقى نزل منازله، يعني ينزل المنازل 29 ويظهر تاني يوم ليلة واحد، يبقى الشهر إيه؟ ناقص. الشهر كامل يبقى يظهر ليلة يستسر يعني لا يظهر، من السر يعني محدش شايفه، مختفي. واضح؟ دي تبع علم الفلك، دي الحاجات دي تبع علم الفلك، بس العلماء يذكرونها في التفسير عند قوله تعالى والشمس والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لكن الشمس لم يقل هذا، قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العز العليم. الشمس تظهر كما هي وتختفي كما هي، لكن لها مشرق ومغرب، ولها مشرق في الصيف والخريف والربيع والايه والشتاء، اللي هي اختلاف الفصول. ولذلك القرآن قال فلا أقسم بربي المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، أي الصيف والشتاء.
رب المشرق والمغرب باعتبار الجهة. يعني لما تسأل كيف توفق بين إفراد المشرق والمغرب، تسنية المشرقين والمغربين، جمع المشارق والمغرب، كيف توفق عشان تدفع إيهام التعارض بين الآيات؟ رب المشرق والمغرب باعتبار مشرق الشمس ومغرب الشمس، الجهة، جهة المشرق وجهة المغرب. طب رب المشرقين ورب المغربين، الصيف والشتاء لظهورهما، ظاهر الصيف ظاهر والشتاء ظاهر، لكن الخريف والربيع يعني تلاقي الخريف مندمج مع الشتاء والربيع مندمج مع الصيف، يعني التمييز بينهما يعني دقيق، فباعتبار الصيف والشتاء. المشارق فلا أقسم رب المشارق والمغارب، يبقى لأربعة فصول. لكن القمر ليس فيه هذا، القمر منازل ثابت، كل يوم ينزل في منزل، منازل. وده يسموه عندنا في البلاغة الأسلوب الحكيم. الأسلوب ليه؟ لأن الجواب غير مطابق للسؤال، السؤال فيه لفت نظر. طب انتم لماذا تسألون عن كون الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يكمل ثم يتناقص حتى يصير هلالا؟ طب ما الحكمة انت؟ يعني هذا لا يسأل عنه، يعني إنما السؤال يقول ما الحكمة في ظهور الهلال دقيقا ثم يتكامل؟ فالحكمة معرفة المواقيت، مواقيت الناس، مواقيت الزرع، مواقيت التجارة، عدد النساء، العدة، الصيام، الإفطار، الحج. قل هي مواقيت الناس والحج، لأن الناس في العرب كانوا يوقتون بالهلال، متى تأتيني بالدين آتيك هلال رجب، أول ما يظهر الهلال يدفع الدين. ولذلك الإمام الشافعي لما سئل سؤال من ضمن الألغاز قال في مناظرة بينه وبين حد من من أعدائه، من أعداء الإمام الشافعي، كان ليه أعداء كثير، من ضمن المناظرة بيقولوا سلم على يمينه بطلت صلاته، سلم أمامه كما عندنا في الملكية فوجب عليه 20,000 درهم، سلم على يساره طلقت امرأته، كل تسليمة وجب عليه حاجة، فسلم على اليمين فوجد نجاسة في ثيابه فبطلت صلاته كما هو مذهب الإمام الشافعي، سلم على أمامه على الإمام، يعني سلم على الإمام، لا وارد في السنة التسليم على الإمام، وجب عليه 20,000 درهم لأنه رأى الهلال وهو كان مد موعد يعني
عليه دين هلال رجب، فبصر لقي رأى الهلال، يبقى يحمل هم الدين. ما هو الدين يجب عند حضور وقت يؤديه. وتزوج امرأة غاب زوجها، فسلم وجد زوج امرأته حضر، فطلقت عليه امرأته. كل سلام يعني أوجب شيئا. هذه مسائل لا يحلها إلا الإمام الشافعي. أنت ما تعرفش تقول إيه الخفص ده، ما تعرفش حاجة. سبحان الله. فالقرآن أجابهم بما ينبغي أن يسأل عنه. فالسؤال يكون ليس عن الهلال، إنما عن الحكمة من صغر الهلال ثم تكامله ثم نقصه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فلولا ذلك لا تعرف الأشهر ولا تعرف رأسك من رجلي، كبير ولا صغير أنت ولا كم سنة، تعرفش حال. لكن الحسابات دي تعرف أنك أنت ابن 20 ابن 10 ابن 20 ابن 30 ابن 40 ابن 50 ابن 60 وكذا، ابن 60 في 70. تبدأ بكثير خالص. لما نضرب 60 في 70 400 سنة وشوية. الناس يقولون هذا، ابن 60 في 70. نعم، هو ذم في عرف الناس، ذم يعني. أيه. لكن هي لا معنى لها يعني، لا معنى لها، هم أخذوها للذم لكن مش مفهومة يعني. فده يسموه الأسلوب الحكيم. تعريفه في البلاغة إيه؟ تلقي السائل بغير ما يترقب. تقول له كم سنك؟ يعني 10 سنين 20 سنة، يقول لك 36. هو بيحمل الايه السمن على عدد الاسنان دي. كم سنك؟ 36. اين انت؟ في ثيابي. يعني جوا الثياب مش بر. تتكلم منين؟ من بوق. هو يقصد المكان، فده اسمه تلقي السامع بغير ما يترقب. تلقي المخاطب، تلقي المخاطب أو السائل بغير ما يترقب. زي يسألونك ماذا ينفقون. طب ما هو يسألون تنفق ايه؟ انفق المال. اجابهم بغير ما يترقبون، قل ما انفقتم. وسمي الهلال هلالا لان الناس يرفعون اصواتهم عند عند رؤيته. استهل الصبي يعني رفع صوته بالصراخ. أنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حينما ترى الهلال، خصوصا عاد اللي ليه دين يفرح. عشان يأخذ مالا.
قل هي مواقيت للناس والحج يوقتون إيه بها. ذاكره بيقول إيه يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم والحج. الحج أشهر معلومات، فلولا الهلال لا نعرف الأشهر. عطف على الناس أي يعلم بها وقته، فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. لو استمر القمر على حالة واحدة لا يعرف لا يوم ولا شهر ولا سنة. لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بالإحرام، بأن تنقبوا فيها نقبا. عدد العدة، عدد النساء مش عدد، اكسرها، عدد النساء جمع عدة. مش هناك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ايه 3 أشهر. فالأشهر لا تعرف إلا بالهلال بالقمر. وعدد النساء، عدد النساء والصيام والإفطار والحج لابد من معرفة أول الشهر بالهلال حتى يضبط الصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال فأكملوا العدة 30. والحج قال الحج أشهر معلومات. ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي في الإحرام، كانوا العرب من ضمن اختراعاتهم الجاهلية في الحج إذا أحرم بالحج ولبس ملابس الإحرام لا يدخل من باب الخيمة، وإنما يأتي من ظهر الخيمة ويقطع الخيمة ويدخل من الخلف، ويظن أن هذا من عمل الخير من ضمن خرافاتهم. كذلك زينا لكل أمة عمله. فقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني ما يأتيش من الباب، يأتي من الخلف يقطع الخيمة ينقب فيها نقبا، يفتح ويروح داخل عليكم السلام، يفتح ويدخل من ظهر الخيمة. هذا يعتبر من ضمن تغيير معالم الحج في الجاهلية. لا هو يعني ينقب نقبا، يعني على قدر ما يدخل يقطع الخيمة من الخلف ويدخل لما يبقى محرم. إذا كان أدى العمرة أو أدى الحج يخش من الباب. طب ما الفرق بين الباب والظهر؟ الدخول، يعني إن دخلت من الخلف أو دخلت من الباب دخلت الخيمة، يعني أنت رحت فين تاني؟ هتنزل تحت الأرض؟ أهو هذه معنى الكلام. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي في الإحرام، بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون، وتتركوا الباب يعني لا يدخلون منه، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. واحيانا كانوا يعني يعملوش للخيمه سقف، يعني يقطعوا الخيمه من فوق علشان لا يستظل بظل.
وإلى الآن الشيعة لا يركبون المواصلات إلا بعد ما يشيلوا السقف بتاعها. الشيعة برضو لا يستظلون عند الإحرام من بقايا الجاهلية فيهم. سبحان الله، يعني هؤلاء القوم عندهم مخالفة السنة من السنة، عياذ بالله. كل شيء يعملوه أهل السنة يخالفونه. ولكن البر من اتقى. أهل الجاهلية كانوا يخشوا من ظهر الخيمة ويظنون أنه بر وخير، فالقرآن قال لهم لا، ولكن البر أي صاحب البر من اتقى. أيوة، من اتقى الله بترك مخالفته، لأن الله قال وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها أي لا فرق بين الإحرام وغير الإحرام. وأتوا البيوت من أبوابها أي في الإحرام كغيره. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تفوزون. الفلاح هو الفوز في الدنيا والآخرة، والفلاح هو الفوز والسعادة. ثم قال ولما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية سنة الستة يعني، وصالح الكفار في صلح الحديبية على أن يعودوا العام القابل، أول شرط ده، ويخلوا له مكة ثلاثة أيام لما يجي، تجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بالوعد يعني ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام. يعني دي كانت شروط الصلح، أن يعود هذا العام ولا يعتمر، وأن يعودوا العام الذي بعده العام السابع يعني، ويخلوا له مكة ثلاثة أيام، يعني يخرجون هم ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ويعتمروا ويخرج. فخافوا الصحابة، خافوا إيه؟ ألا تفي قريش بالعهد والوعد ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر الحرام. فنزل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هم يقاتلون عدوانا واعتداءا. الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا، يعني لا تبدأوهم بالعداوة، ولا تعتدوا يعني لا تبدأوا أنتم بالعداوة، لأن الذي يبدأ بالعداوة في الحرم معتدي. ولا تعتدوا، ليه؟ لأنه يعني القتال في الحرم كبيرة من الكبائر، لا يجوز. ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين، يعني المعتدي هو المتجاوز حدود الله، المتجاوز تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهذا منسوخ بآية براءة يسموها إيه؟ آية السيف، آية إيه؟ السيف.
اللي هي إيه؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يسموها آية السيف. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، عام فتح مكة يعني. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام نزلت آية طبعا سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فيعني بيقول إيه؟ يعني إن قاتلوكم فاقتلوهم، وكمان وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يعني إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم كما قال، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. والفتنة أشد من القتل. والفتنة قالوا الشرك، الشرك منهم أشد من القتل في الحرم، أي أعظم من القتل في الحرم. والفتنة أي الشرك منهم وقوعه في الحرم أشد من وقوع القتال. والفتنة أي الشرك منهم أشد أي أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام، الذي استعظموه. يعني هم يستعظمون القتال في الأشهر الحرم وفي الحرم، لكن الكفر والشرك منهم أشد، لأن هذا مكان التوحيد، فكيف تشركون 360 صنم حول الكعبة بدل ما يقول لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لبيك اللهم لبيك، حتى لما يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عجيبة. كلام ينقض بعضه بعضا، من إن لا شريك له إلا شريكا هو له، كيف يعني؟ فين المستثنى والمستثنى منه؟ محدش يعرف يطلع المستثنى والمستثنى منه، حتى كلامهم في اللغة العربية غلط، لأن المستثنى لازم يكون من جنس المستثنى منه. سبحان الله. ثم قال القرآن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. أي في الحرم، لأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، مش المسجد المبني الآن. أكثر الناس يعتقد أن المراد بالحرم المسجد، مسجد الكعبة، لكن لا، أصلا لم يكن هناك مسجد حول الكعبة، ما فيش أروقة، إن كانت الكعبة فقط، وكانت بيوت يعني عظماء مكة، بنو شيبة، بنو هاشم، بنو مخزوم، بنو حارسة، يعني كثير جدا قبائل عظيمة، فكل النفوذ أقوى يبني بيته جنب الكعبة،
ويحط صنمه جنب الكعبة. الخزاعيون لما كانوا أقوياء حاطين صنم خزاعة فوق الكعبة، وكان صنما من البلور، من الزجاج البلور. أول ما الشمس تشرق الأشعة تأتي على هذا البلور ينور الدنيا كلها، يقول لك الصنم نور الدنيا، مع أنه الشمس اللي نورت مش الصنم. طب بالليل ما بينورش ليه؟ طيب الدنيا ظلام، الإله ما بينورش بالليل؟ مستني الشمس لما تنور. نعم عطلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي في الفتح أن يصعد على كتفيه الشريفتين ويلقي هذا الصنم في الأرض، فطلع سيدنا علي على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الصنم بيده القوية وضربه في الأرض كما قال شيخنا رضي الله عنه. قال لو شلت لو شئت لنلت السماء. لما صعد سيدنا علي على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش سلم طبعا يطلع عليه، فحمل النبي عليه السلام سيدنا علي خلاه وصل إلى آخر الكعبة وصعد عليها وألقى الصنم كالسرح، ألقاه في الأرض. سبحان الله. قال لو شئت يعني وأنا فوق النبي صلى الله عليه وسلم أن أنال السماء لنلته. أي والله. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. في قراءة طبعا بلا ألف في الأفعال الثلاثة، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هذه معنى وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة، من قتل يقتل، في قاتل يقاتل، يعني ثلاثي ورباعي، قاتل رباع، قتل ثلاثي. في قراءة برضو ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. كذلك أي القتل والإخراج جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين، أي كذلك أي مثل ذلك القتل والإخراج. دايما كلمة كذلك في القرآن اسمها ايه؟ مثل ذلك، مثل ذلك. الكاف دايما بمعنى مثل، أي مثل ذلك القتل أو الإخراج، جزاء الكافرين. أي جزاؤهم في الدنيا والآخرة القتل والعذاب، أو الإخراج من الجنة لا يدخلونها أصلا. فإن انتهوا أي عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. فإن انتهوا يعني عن الكفر وأسلموا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، أي تكون العبادة لله وحده لا يعبد سواه.
قالوا الآية دي ناسخة برضو، وقاتلوهم دي لأن أمر بالقتال، ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم لا بقتل ولا بإخراج، خلاص، لأنهم أصحاب البلد، لكن لا يستحقون السكنى فيها إلا بإيه؟ بالإسلام. لأن القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، خلاص يمشي من هنا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام الناس. إلى الآن يحرم دخول الكافر الحرم. البطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله لازم، وإلا ممنوع الدخول لغير الكافرين لغير المسلمين. حدود الحرم، حدود الحرم يعني حدود الحرم، حرم كبير جدا جدا جدا، يعني في نواحي توصل لثلاثة وعشرين كيلو، ونواحي توصل لستاشر كيلو، نواحي أربعتاشر، نواحي التنعيم تمانية، طريق المدينة الشمال، ونواحي المناسك آخر المزدلفة، يعني حوالي ما يقرب من 12 كيلو. كل ده اسمه إيه؟ الحرم. فإن انتهوا عن الشرك يعني فلا تعتدوا، دل عليه فلا عدوانة أي لا اعتداء بقتل أو غيره من الإخراج إلا على الظالمين. ليه؟ لأن الله قال إن الشرك لظلم عظيم. ومن انتهى عن الشرك فليس بظالم فلا عدوان عليه. هذا معنى الكلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام أي المحرم مقابل أو مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوكم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك. يعني قال لما ايه الصحابة قاتلوهم في شهر حرام فشق عليهم ذلك، ما انتم قاتلتمونا في شهر حرام اللي هو ذي القعدة وصددتمونا عن البيت، يبقى هذه بتلك. الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني القتال في الشهر الحرام يساوي القتال في الشهر الحرام، وهم المعتدون، لأن الصحابة كانوا جايين للإيه؟ للعمرة ولم يأتوا للقتال، فهم إيه وقفوا لهم عند الحرم ومنعوهم. يبقى لما نيجي إحنا نقاتلكم في الشهر الحرام أو قتلناكم فيه فأنتم كذلك، أنتم البادئون والبادي أظلم. أيوه في شهر حرام. يعني في شهر أيضا كان ذو القعدة، الصد صدوهم في ذي القعدة، لأن كل عمرات النبي عليه الصلاة والسلام التي قام بها كانت في ذي القعدة. الشهر الحرام والشهر الحرام، والحرمات قصاص،
الحرمات جمع حرمة، ما يجب احترامه، كل ما يجب احترامه فهو ايه؟ حرمة. يعني متى حصل انتهاك من احد لحرمة اخر سقطت حرمته فيقتص له منه. والحرمات قصاص، يعني كل من انتهك حرمة انتهكت حرمات. يعني واحد قتل رجلا ظلما معصوم الدم، يعني محرم الدم، فإذا قتل أصبح القاتل دمه هدرا بعد أن كان معصوما حراما. أيوة حرمات، والحرمات قصاص، أنت قتلت تقتل، حتى لو قتلك أحد غير القاتل، غير أولياء الدم، غير أولياء الدم، لا دية ولا إيه ولا كفارة، ما يصومش الشهرين، لأن قتل من يستحق القتل بس يؤدب لافتياته على الحاكم. يؤدب لافتياته على الحاكم. يعني واحد بيتخانق مع واحد قاتل فقتل، نقول له والله انت قتلت من يستحق القتل، قتلت من يستحق، يبقى يؤدب فقط ولا كفارة عليه. نقول له انت قتلت خطأ عليك دية، لا ولا دية ولا كفارة. نقول له بس انت اتعديت علينا، احنا كنا هناخد حق نحن، فانت اخذت لنا الحق. حتى اذا قتله بثواب اخر، ها؟ حتى اذا قتله بثواب، ايوه 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 ايوه، لانه لا حرمة له، مش معصوم الدم. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب، الزاني، يرجم. إذا زنى ذهبت عصمة دمه، يقتل، يرجم، مش يقتل بس، ده يقتل رجما بالحجارة. السيب والزاني، والنفس بالنفس، قتل جزاؤه القتل، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ولذلك ايه قالوا، واحد بيقول لواحد، بيسأل واحد قاضي، يقول يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ القاضي عبد الوهاب المالكي صاحب المعونة قال له ايه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني لو واحد قطع إيد واحد عليه 500 دينار، يد بخمسمائين، بخمسمائة عسجد أي ذهب، وديت يعني دية، دية اليد، لو واحد ضرب واحد على إيده، قطع إيده أو قطع ذراعه، عليه نصف ايه الدية، 500 دينار، 2 كيلو وسمن ذهب، واحد يمد لك ذراعه يقول طب اقطع ويدين. اقطع لحد الكتف ودينا 2 كيلو وثمن ذهب. نعم، يد بخمسمائين، 500 يعني، بخمسمائين عسجد وديت، أي يدفع لها إيه دية، ما بالها قطعت في ربع دينار، ده ربع الدينار يعني جرام من ذهب، 3000 جنيه دلو، يعني إذا قطعت ياخد لها خمس، يعني 2 كيلو وثمن ذهب، ولو سرق
ربع دينار جرام واحد تقطع؟ فرق بعيد بين إيه ربع الدينار وخمسمائة دينار، مفيش نسبة. فقال له عز الأمانة أغلاها، اليد الأمينة غالية، عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، اليد السارقة خائنة، فلابد أن تزل. ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك لما القارئ غلط وقال والله غفور رحيم، الأعرابي قال له لا، قال له لا، ليس هذا قرآن. قال له كيف تكذب القرآن؟ قال لا، أنا لا أكذب القرآن، ولكن الحكيم لا يقول ذلك. قال له أنا المخطئ، أنا المخطئ، هي والله عزيز حكيم مش والله غفور رحيم. قال له أيوة كده صح، هذا صحيح، هذا صحيح. ليه؟ عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. لو قال والله غفور رحيم طب يقطع ليه؟ يبقى ربنا غفر وسامح خلاص. شوف الكلام، يعني حتى الأعراب كان عندهم فقه في الايه، في القرآن والنظم، نظم الأساليب، يعني لازم الآية تختم بمعناها، الآية تختم بما يفي بمعنى الآية. فكأن التسجيل ده فيه الجامع للآية. زي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ما قالش وهو العزيز الحكيم، ولا وهو الغفور الرحيم، ولا وهو الحكيم الخبير، لا، لازم يوافق عدم الإدراك، اللطيف الخبير، اللطيف من اللطافة، يعني أنه يعني ليس شيئا حسيا يرى ويدرك سبحانه وتعالى، إنما هو لا يعلم الله إلا الله. قال فمن اعتدى عليكم، أي بالقتال في الحرم كما صدوهم عن في صلح الحديبية، أو الإحرام، برضو المحرم لا يعتدى عليه، ولا الشهر الحرام يقاتل فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاتلك وأنت محرم وفي الشهر الحرام، يبقى يستحق أن يقاتل في الحرم أيضا. سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به، المقابل به في الصورة، لأنه ذا قتال وذا قتال، بس البادي أظلم. لما هو بدأ بالقتال في الحرم كوفيا بالقتال في الحرم، فالقتال الثاني من باب المعاملة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فده من باب المعاقبة بالمثل. وتسمية الجزاء اعتداء من باب المشاكلة في البلاغة، اللي هو ذكر الشيء، ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، زي قالوا اقترح لك شيئا نجد لك طبخه،
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هو يحسبوه جعان، قال نجيب لك نطبخ لك ايه، هو جسمه عريان عايز ايه كسوة. قال بدل ما تطبخوا لي اكل اطبخوا لي جبة وقميص، يعني اصنعوا لي جبة وقميص، اصنعوا لي، مش ما قالش خيطوا لي جبة وقميص. لكن هم لما ذكروا الطبخ ذكر هو الطبخ، هو ضيف جاي يحسبوه جوعان، قال له ايه اقترح شيئا، اختار حاجة نطبخها لك. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، عايز تاكل ايه؟ قال لا انا مش جعان انا عريان. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. مشاكلة ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، وإن عاقبتم فعاقبوا، ما قالش وإن عاقبتم فجازوا، أي وإن جازيتم فجازوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فسمى الجزاء سيئة لوقوعها في صحبة السيئة، وهناك في آخر النحل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أنه الاعتداء هو البداية بالعداوة، لكن العداوة الثانية دي جزاء، جزاء بالمثل. واتقوا الله أي في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. قال واقتلوهم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديهم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله أي طاعته بالجهاد وغيره، يعني إنسان ينفق ما له في طاعة الله بالجهاد، بالجهاد وغيره. الإنفاق في سبيل الله بيشمل الجهاد ويشمل غير الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم أي تلقوا أنفسكم للتهلكة يعني، والباء زائدة، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة أصل الكلام. والتهلكة قال هي الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهنا الإلقاء للتهلكة هو ترك الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن إذا يعني زي ما قال الإمام علي ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، يعني أذلهم الأعداء. كحالنا الآن، العرب والمسلمون تركوا جهاد العدو فأذلهم الأعداء، لكن لو جاهدوا لغلبوا، لو جاهدوا العدو لغلبوا، لأن القرآن وعدهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا التهلكة هي الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك الجهاد، يعني لا يعني لا يجاهد لا بماله ولا بنفسه،
والقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني الدعاء عليهم أقل شيء الدعاء، وإرسال المعونات لشراء السلاح والطعام والدواء أقل شيء. إن لم تجاهد بنفسك فجاهد باللسانك بالدعاء على الكافرين، لأنه سهام الليل صائبة المرامي، ربنا يستجيبها. سيدنا موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وانصرنا على القوم الكافرين، كل ده دعاء. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا والآخر. نعم، أيوة، هناك في آخر البقر أنت مولانا. لأنه من جهز غازيا فقد غزا، كما قال عليه الصلاة والسلام، من جهز غازيا فقد غزا، ومن أخلف غازيا في أهله فقد غزا، اللي هو إيه؟ المجاهد يذهب إلى الجهاد الشاب، والرجل الغني الذي لا يقدر على الجهاد يخلفه في أهله، يأتي لهم بالطعام الشراب الكسوة كل ما يحتاجون إليه، يأخذ هو ثواب الغازي، اللي يشتري له ثياب سلاح مركب يعطيه نفقة وقل له اذهب يبقى غازي. من جهز غازيا، الغازي فقير انت غني تجهزه، كما جهز سيدنا عثمان ثلث جيش العسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ذنب بعد اليوم. فالآن المفترض في المسلمين الآن أن يجمعوا مالا لهؤلاء المجاهدين يشتروا الدواء والغذاء والسلاح. هم بيقولوا أنتم مش عايزين حد يجاهد معانا، بس يجيبوا لنا إيه؟ غذاء ودواء وسلاح، وسبونا مع الإيه؟ هؤلاء القوم. ليه؟ لأنه قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. الموضوع مش عدد ولا عدد، النصر، وما النصر إلا من عند الله سبحانه. من جهز غازيا فقد غزا، غازيا في أهله فقد غزا. ونقف عند قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.